النهارده هنتكلم على سبع طرق للاستفاده ببرنامج الذكاء الاصطناعي الشات جي بي تي في حياتنا العمليه او الشخصيه اول طريقه تستغل بيها الشات جي بي تي انك تخليه يكتب لك او يرد لك على ايميلات الشغل بطريقه احترافيه خصوصا لو كان الانجليزي بتاعك مش احسن حاجه كل اللي عليك تعمله انك تكتب له انت عايز توجه الايميل ده لمين وموضوعه ايه زي مثلا اعتذر للاستاذ احمد على التاخير في اجراءات تخليص القرض بتاعه من البنك بتاعنا هتلاقي ان هو كتب لك ايميل محترم وبلغه انجليزيه سليمه ولو عايز تكتب الكلام بالعربي هتكتب له رايت ان وهو هيكتب لك ايميل محترم باللغه عربية. بس زي ما قلنا قبل كده في العربي بالذات لازم تراجع وراه وتعدل الكلام بما يتناسب معاك لان العربي بتاع الشات جي مش متماسك قوي لكن طبعا هو هيوفر لك المسودة الاولى للايميل بتاعك عشان ترتب دماغك وده طبعا هيوفر عليك جهد ووقت كتير خصوصا لو شغلك بيتطلب انك تبعت عدد كبير من الايميلات كل يوم وبنفس المنطق ده ممكن هو يقرا لك الايميلات ويرد عليها يعني مثلا لو خدنا الايميل اللي البنك كتبه الاستاذ احمد وعايزين نرد عليه ونقول للبنك الخدمة عندكم مش على المستوى المطلوب هتلاقي انه قرأ الايميل اللي انت اديتهوله وكتب رد مناسب زي ما انت عايز بالعربي بقى او بالانجليزي او باي لغة تانية تاني طريقة ان لو في مقال او موضوع عجبك على صفحة في الانترنت بس المقال ده طويل شوية او مكتوب بلغة صعبة عليك انك تفهمها ممكن تاخد اليو ار ال بتاع الصفحة دي كوبي وتروح للشات جي بي تي وتقول له رايت مي ا سمري فور ذيس article وتقوم عامل بيست لليو ار ال ده والشات جي بي تي هيقرا المقال وبعدين يكتب لك ملخص عن الموضوع ولو عايز تلخص الموضوع في صوره نقط تكتب له رايت ذيس ان بوليت بوينتس وهو هيعمل زي ما انت طلبت هيكتب لك الموضوع في نقط وزي ما قلنا قبل كده لو قلت له رايت ديس ان Arabic هيقوم مترجم الموضوع للعربي الامكانيه دي مهمه لو انت بتبحث في موضوع معين ومطلوب منك تقرا مصادر كتير وانت عايز تفهم لب الموضوع ايه قبل ما تكون راي تالت <applause> <applause> نقطة ان في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه ده بقى شيء ضروري جدا وجزء من الحياة انك تفهم في التكنولوجيا بس في بعض الاحيان بتقف قدامك مشكلة وانت مش عارف تحلها على سبيل المثال برنامج الاكسل كلنا بنستخدمه في الشغل وفي حياتنا الشخصية من الحاجات اللي ممكن تقف قدامك انك تبقى عايز تكتب فورمولاز او معادلات جوه الاكسل علشان يحسب لك قيم معينه، او انك تضطر انك تكتب ماكروز في الاكسل عشان ينفذ مهام معينه، وبتبقى مش عارف تكتب ايه او تبتدي منين، فممكن ببساطه تقول للشات جي بي تي اكتب لي معادله في الاكسل علشان احسب قيمه كذا، وهو هيكتب لك الفورمولا دي او المكرو اللي انت عايزه، واظرف حاجه بقى انه هيشرح لك ويفهمك هو كتب ايه في المعادله وليه هو كتبها كده، ومثال تاني كمان انه ممكن يساعدك في كتابه اكواد برمجه باي لغه برمجه انت عايزها. وكمان يشرح لك هو كتب ايه وكتبه ليه، ده انت كمان ممكن تديله كود انت كتبته بس مش شغال، وهو يقول لك الغلطه فين وتصلحه ازاي، أو ممكن تقول له مثلا علمني ازاي ابتدي ابرمج بلغة البايثون، وهو هيبتدي واحدة واحدة يشرح لك كأنك عندك مدرس خصوصي في البرمجة، وتسأله ويجاوبك، ويديك تمارين وتحلها ويصلح لك اللي انت عملته، بصراحة قدرة الشات جي بي تي في حال المشاكل التقنية وموضوع البرمجه ده عايز حلقات لوحده قولوا في الكومنتات تحت لو عايزين نعمل حلقات عن الموضوع ده وبالمره ما تنسوش تشاركوا في القناه عشان تتابعوا حلقاتنا الجديده رابع طريقه انك ممكن تستغل الشات جي بي تي انه يشرح لك مواضيع معقده بالنسبه لك حاجات زي نظريه النسبيه ايه هي البيتكوين وبتشتغل ازاي يعني ايه ميكانيكا الكم اي حاجه تبان معقده وانت مش فاهمها ممكن تخليه يشرحها لك فلو قلت له مثلا ايه هو السمارت هوم وبيشتغل ازاي فهتلاقيه بدا يكتب شرح معقول جدا عن ايه هو البيت الذكي وبيتكون من ايه وبيشتغل ازاي ولو مش فاهم الكلام اللي هو بيقوله ممكن تقول له explain this in simple terms فهتلاقيه بيعيد الصياغه بطريقه ابسط انت ممكن كمان تخليه يبسط لك حاجه مكتوبه بلغه معقده فانا مثلا هعمل كوبي لجزء من ملف بي دي اف في مقاله طبيه مكتوبه بشكل علمي واقول له Explain this to a 10 years old in Arabic. هتلاقي انه بدا يشرح الموضوع اللي انا اديته ده بلغه بسيطه تناسب طفل صغير وكمان هيقولها لي بالعربي. من الحاجات اللي الشات جي بي تي ممكن يعملها لك انه يكتب لك صيغه عقد. كل المطلوب منك انك تقول له العقد ده ما بين مين ومين وموضوعه ايه. فانا مثلا لو قلت له ان انا مالك شقه وعايز تكتب لي عقد بيني وبين مستاجر للشقه بتاعتي هتلاقيه بيكتب لي عقد مفصل ومتقسم لبنود وحاطط فيه اماكن للامضاءات والتواريخ وكالعاده ممكن تخليه يكتبه بالعربي اصلا، طبعا انا ما انصحش انك تعتمد على الشات جي بي تي انه يكتب لك عقد ولكن عمليا هو ممكن يبقى بدايه كويسه علشان ترتب افكارك ويديك فكره ايه الجوانب اللي لازم تتغطى في العقد. بعد كده انت ممكن تدي مسوده العقد دي لمحامي متخصص علشان يكتب لك العقد بالطريقه القانونيه الصحيحه طبقا للبلد اللي انت فيها. في طريقه كمان انك لو انت تيم ليدر وعندك فريق عمل في الشغل وعايز تحط لهم خطه زمنيه لتنفيذ مشروع معين زي مثلا انشاء ويب سايت لعميل ممكن ببساطه تكتب للتشات جي بي تي وتقول له حط لي جدول زمني لتنفيذ مشروع خاص بكذا وتسليم المشروع هيكون في التاريخ الفلاني وهو هيكتب لك جدول المهام المطلوبه علشان تنجز مشروعك ده ويحطها في جدول زمني بالتواريخ المظبوطة ولو عايز تقسم الخطة دي لمراحل أصغر علشان تحط أهداف قصيرة المدى للفريق بتاعك ممكن تطلب منه أنه يقسم لك الخطة دي بالأسابيع أو بالأيام من الحاجات كمان اللي الشات جي بي تي مشهور بيها هو قدرته على كتابة المحتوى سواء بقى كان مقال أو بلوك بوست أو سكريبت الفيديو أو مادة إعلانية عن منتج معين كل اللي عليك أنك توصف له أنت عايز تكتب إيه والهدف من المحتوى ده إيه وهو هيكتب المحتوى اللي انت عايزه باللغه اللي انت عايزها وممكن بعد كده تستخدم المحتوى ده في شغل يكسبك فلوس ويبقى مصدر دخل بس الموضوع فيه شويه اعتبارات لازم تاخد بالك منها لو عايز تعرفها اتفرج على الحلقه اللي هتنزل على الشاشه دلوقتي ولو الحلقه دي عجبتكم ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان توصل لعدد اكبر من الناس واشوفكم على خير ان شاء الله شكرا جزيلا